كشفت سلطات مدينة بومباي عن خوذات ذكية ستستخدمها هذه المدينة التي تعتبر عاصمة البلاد الاقتصادية للحد من الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد في مدن الصفيح المكتظة فيها. وتتيح هذه الخوذات التي سبق أن استعمل مثلها في دبي والصين وإيطاليا قياس درجة حرارة عشرات الأشخاص في الدقيقة الواحدة، ما يعتبر رقما قياسيا في هذا المجال. पहले जो हम लोग गन से जो करते थे थर्मल चेकिंग तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाता था और जैसे कि अभी हेलमेट जो हम लोग को प्रोवाइड किया है BGS ने जैसे तो उससे हमें मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों को हम लोग एक साथ में मतलब देख सकते हैं और ज़्यादा एरियाज कवर हो जाते हैं एक एक दिन में तो हम लोग का इससे बहुत मतलब यूजफुल हो रहा है और وقد تشكل هذه الخوذات الوسيلة المناسبة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 في هذه المدينة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها 18 مليونا. وباتت الهند ثالث دولة تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة والبرازيل، لكن عددا من الخبراء يرون أن هذا الرقم أدنى بكثير من العدد الفعلي للمصابين نظرا إلى أن عدد الفحوص التي تجرى لا يزال ضعيفا.